أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يجوز التبرك بأثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيش؟ هل يجوز التبرك بأثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أثواب؟ إيه نعم. وين هن أثواب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو يجوز التبرك بما انفصل عن جسمه عليه الصلاة والسلام من ثوب أو شعر أو عرق أو عريق، لكن هذا انتهى بوفاته صلى الله عليه وسلم ولم يبقى منه شيء. نعم، وهذا خاص به أيضا، ما يتبرك بثياب الصالحين أو آثارهم، أو هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم من انفصل من جسمه عليه الصلاة والسلام، وهذا لم يبقى بعد وفاته. في من يكذب ويقول هذه بردة الرسول، هذه كذا، من أجل يأكل أموال الناس بالباطل، يجعل في غرفة عليها زجاج يقول تعالوا شوفوا شعر الرسول صلى الله عليه وسلم، شوفوا بردته، شوفوا، هذا من الكذب، ويريدون أكل أموال الناس بالباطل، أو يريدون إحياء الشرك. نعم.